معركة الإرهاب هي معركتنا الأولى، يعني وهي معركة الداخل قبل أن تكون معركة صراع إرادات سياسية في المنطقة أو دولية. هي معركة في الداخل، الإرهاب وعفوا التطرف، قبل الإرهاب التطرف جذوره داخلية، جزء كبير من جذوره داخلية ومرتبط بجانب منه بالتنشئة وبنظم التعليم التي سادت في القرن العشرين في المنطقة العربية. وآن الوقت أن نقرع على الخزان وأن نتكلم بجرأة، لأن المناهج التعليم بحاجة إلى تعديل جذري، ليس في الأردن فحسب بل في المنطقة العربية بأكمل. والأردن بدأ في هذا الموضوع في خطوات مهمة جدا. صحيح، سنقف عليها.